برأيك شو قراءتك للمستقبل الآن في ظل ما كشف عليه قيس سعيد في علاقة بالاتحاد، ما كشف عليه قيس سعيد في علاقته بالبرلمان، وهذا نقرأه من تصريحاته واضحة برشا، يعني هو عايد نجلة بودن وقال قولته التي رأيناها ومررناها في مستهل هذه الحلقة، الآن مع معارضة وكأنها تنتظر شخص سيسقط لا محالة، تنتظر أمر الله فيه أن يسقط، وكأني هذه تصوير. أنت شو قراءتك للمشهد في المستقبل؟ أنا نقول اللي قيس سعيد انتهى، مش لقوة المعارضة ولا لانتظار المعارضة أن تقوم بشيء يطيح قيس سعيد، هي قاعدة تقوم بما بأمور سلمية، قاعدة تقوم بتحركات. نحن شفنا اللي منذ صدور الانتخاب، معناها حزب العمال والأحزاب الخمسة وجبهة خلاص والنهضة والكل خرجوا بيانات في فشل قيس سعيد وانتهائه، والكل لأول مرة نشوفوا اللي الأحزاب الخمسة اعتبروا ما أو كونوا سعيد انقلابي. راهو لازمنا نقراوا الرسائل، معناها كانت قبل الناس ماشية مع المسار و25 ولا تعتبروا انقلابا، يعتبروه تصحيح مسار، يعتبروه كذا، ولكنه حاد على الاثنية. توا الناس الكل والمعارضة الكل مجتمعة كونه انقلاب، وما قام به سعيد هو ضرب للديمقراطية ولمطالب الثورة التونسية كما قال الزميل تو والأخ. أنا لا أنتظر المعارضة، أنا أنتظر الشعب، لأنه الشعب هو الفيصل، وراه الشعب هو اللي باش يخرج، لانه قيس سعيد لم تعد له اي حلول لانقاذ الشعب من المجاعه، من البطاله، من الجهل، من الفقر. حتى تو ما نخافوش استاذ بشر بعد اذنك في دقيقه واحده، ما نخافوش من شعب يعني عنده ذكرى سيئه و صار عمل ممنهج وصار تلويث البرلمان وصار تبخيص كل رمز وكل شخص في تونس في مجال السياسة، من جهة شعب زاهد في هؤلاء وعنده ذكرى سيئة، وأيضا ينظر بعين الإحباط إلى رئيس يقول صفصطة ليعتم على مشروع ماشي في 60 داهية. ما تراش أننا نخاف من شعب غير قادر على أن يأخذ موقف في مفترق مأساوي بالنهاية؟ الشعب التونسي بدون اي دعايه وبدون اي معناها اموال وبدون اي جهد عزل قيس سعيد وتركه، علم بكذبه. تو الشعب التونسي كل يحكي على الكذب، ما قام به قيس سعيد هو كيك الضربه للالكتروشوك فيق الشعب، واصبح ينادي بما قبل 25 جويليا وب 24 جويليا، وفاق اللي هو كان ضحيه لعبه اعلاميه، دولة عميقة، أدوات صلبة، والقاء اللي كانوا قبل 24 كانوا على الأقل محافظين له على احترامه في شخصه وفي مكلته وفي قوته وفي كرامته. توا الشعب كلا مازال قاعد يفيق بشوية بشوية. قيس سعيد ما عادش عنده حلول، قيس سعيد غير قادر على الاتيان بأي حل لتونس. هكا وشفته حتى ولات تجينا معناها كمان إغاثة، وأنا أقول مش إغاثة، أنا أقول يا ذيك يا تحايل من قيس سعيد، تحايل على الشعب إذا جات إغاثة، لأنه الإغاثة كما تعرف الكل وأكثر من واحد من العارفين أنت خويا مقداد، الإغاثة تفرق على الشعوب. نحن كي كنا نبعثوا لأثيوبيا ولا نبعثوا للشعوب نعطيهم بلاش وتفرق على الشعوب، أما كي تعطيني حاجة وتبيعها لشعبك معناها قيس سعيد سارق ومتحايل. اولا ثاني حاجه، الاغاثه ذيك لم تكن للشعب التونسي، وكذب اللي يقول للشعب التونسي الاغاثه ذيك، لانه خايف من الجيش، لانه الجيش جاء فبعثهم السر الكمين ولم يصرح بذلك. عندك الكمين كانوا جاي، عندك ما يؤكد هذه القراءه استاذ بشر لو تسمع. خلينا الكمين علاش هما قالوا 100 واش ومن بعد خلطوا 96 بركه وصرحوا 96 كميونه جاء، لانه الكمين جايه للقزرناه، جايه للجيش، لانه كما الشعب التونسي برا ما عندوش ما ياكل، العسكر لازم توفر له الدوله، مش انت تمشي بفلوس تشري، الدوله توفر له الاكل والشرب والمواد الاساسيه.
فهذاك مشى للجيش، وذاك بتدخل كان أجنبي باش تدخل وقتي بلعت الأمور وعرفوا اللي كما كان يحكي واللي تم تململ وتم أمور وعرفوا رواحهم حصلوا الجيش وتورطوا. ولا أدل على ذلك من محاكم سيما عيسى. سيما عيسى فرض هو يتدخل شخصيا مع القضاء، القضايا الكل المفبركة اللي يعمل فيها يتدخل هو، وتدخل والعسكر نبه على القضاة وقال لهم ما تورطوا ليش، لأنه العسكر ولا في العالم كله في المنظمات العالمية وفي الدول الديمقراطية مهدد بخسارة التمويلات وبزجوا في السجون ومهدد قياداته كل مهدد. نعم. فقال لهم ما تورطوا ليش وجبد بقايد صعيد، وكانت مروحته معناها تصور أنت أول مرة في تاريخ المحكمة العسكرية تصير. نعم. أنا راني من أكبر المحامين في تونس. نعم. أول مرة معناها المتهم لا يتحدث ويلزم الصمت، محامين لا يرافعون ويلزمون الصمت، وقاضي يرتعد ويرعش ويخليها بحال صراح ويسكر الملف دون أي إمضاء أو أي كلمة، وتبقى في حال الصراح. وهذا قيس عمره ما مشى واحد للمحكمة العسكرية وبقى في حال صراح، حتى سيد قيس سعيد اللي هو عميد المحامين عبد الرزاق كيراني مشى المحكمة العسكرية وصدرت لي بطاقة إيداع. وهذا يؤكد أن أمور كثيرة تغيرت. تحب تقول في قراءة لتوهم أبسط بياسر من توهم شيء معيز. فهذا دليل على أنه العسكر بدأ يفيق اللي الضربة الجاية تجي لي هو القيادات. نعم. العسكرية دي اللي حب تورد. نعم. وهو قاعد توا يبعث ويغازل فيها. شكرا. ويعمل فيه زواج متعة مع الاتحاد ومع حب يضرب الطبوب ويهده بمحمد علي اليعقوبي. واضح. وسيفشل في ذلك محمد علي بوديري. نعم. محمد علي البغديري. نعم. الكل مو محمد علي واليعقوبي اللقب تاعو لانه مراسيل في شاشيه هو هذاك عليه معناه التسميه كل بقصد. واضح حتى الصوره استاذ بشر. محمد. نعم. علي اليعقوبي ولا يغازل في الجيش بكونه جاب اميرال، ولكنه الجيش في تونس وقيمه تونس كل اللي يخرج ما عادش عنده حتى قيمه استاذ داخل بشر المؤسسه. نعم